السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سبميت في قلب الخرسانة. اقول له نيو واختار مشروع انشائي واقول له اوكي، وبعد كده هقول له من استراكشر انا عايز ارسم الفلور بتاعي اللي هو الفلور الاستراكشر اهوت. طيب وعايز افتح جواه اوبننج بالشكل دوت من 900 اوكي. طيب عايز هنا في ال 900 دول ممكن تعملها في البلان او في 3D. عايز اعمل السلاب اتش كده بالشكل دوت، واجي هنا وادوس تاب تظهر معايا بالشكل دوت. تمام. طيب بعد كده هبدا ارسم بقى الحوايط بتاعتي اللي هي الجزء اللي هيبقى لو احنا بصينا عليها في سيكشن اهي. انا عايز بقى الجزء مثلا من هنا بينزل في حدود متر، وبعد كده بيبقى فيه فلور تحت. طيب هاجي هنا مثلا في 3D او في 2D زي ما انت عايز، واقول له وول. تمام. تعال نقيس الجزء دوت 300 واقول له وول، واقول له انا عايز ده ماينس مثلا 1200 الدبس، وعايز يترسم مثلا من الاكستيريور اهوت. بس انا عايز 300. طيب ده هنا حد ماينس 1200. طيب هرسم بقى الاستراكشر، هقول له انا عايز ارسم فلور. تمام. وهقول له هيا، واقول له انا عايز اوفست مثلا 200 اهوت، وده هيبقى من ماينس 1200 اهوت بالشكل دوت اوكي. بدون تقداش تعال نشوف في 3D. هعمل دلوقتي سيليكت على الأربعة دول واخش على فلتر واشيل عملاتك، وهقول له دول خليهم لي unconnected، خليهم دي خليها 600، هيظهروا معايا بالشكل دوت. يبقى انا ممكن اعمل سيليكت عليهم كده كلهم واقول له قرهم لي فيه تركيز عليهم بالشكل ده. انت كده عملت السبميت بتاعتك.